كفى يا فتيات. أيها الجبان. كفى كفى أيها الفتيات كفى. أرقد أرقد سنكمل شبك بكل حال. سأمرض هكذا، كفوا عن فعل هذا. هذه ليست مشكلتنا. من وضع هذه المجسمات الغبية هنا؟ إلا مرحبا هذا. أيها الممل. هل رأيتم ماذا فعلنا به؟ هيا يا صديقاتي يكفيه هذا، لنذهب من هنا، لا أريد أن أتأخر على الدرس، لنذهب حالا. هيا يا إيتل لنذهب. وهكذا يحصل كل يوم، متى سينتهي هذا الكابوس البشع؟ ما رأيك؟ هل أحببت ذلك الفستان أم لا؟ إنه غبي. أنا لم أجده مناسباً. أجل. استطعت المجيء بهذا الشكل إلى المدرسة؟ يا لك من فاشل. إنه لا يختلف عن شكله الاعتيادي بشيء. إلى أين يا هذا؟ ألا ترى أنه محجوز؟ اذهب من هنا. حسناً. وهنا أيضاً محجوز، جميع المقاعد في هذا الصف محجوزة. حسناً، يوجد هناك مقعد متاح. هذا أيضاً محجوز. حسناً، سأضع كتبي على الرف إن لم تمانعه. في المرة القادمة الرف أيضاً سيكون محجوزاً، هل فهم؟ يا فتيات لدي اقتراح، لنذهب اليوم للتسوق، ما رأيكم؟ أجل، نحن جاهزون. متى سنذهب يا ترى؟ اهدأنا يا فتيات، بعد أن تنتهي الحصص لنذهب ونقوم بشراء كل ما تريدان، اتفقنا؟ عزيزي هل ستذهب معنا؟ كلا يا حبيبتي، اعذريني لكن لا أريد أن أفوت درس الرياضة. لا بأس، لنبقى على تواصل. حسناً. تعلمون يا فتيات، فكرت قليلاً وقررت أن نذهب الآن، هيا. رائع. لماذا تنظر؟ هل أنتم جاهزون لأفضل تسوق في حياتكم يا فتيات؟ إنك تحزنيني يا صديقتي، أنا كل يوم أذهب للتسوق. هاي، لماذا تسير كالسلحفاة؟ هيا أسرع بسرعة. فيوليتا، أريد هذه القلادة، ما رأيك بها؟ وأنا أريد ذلك الثوب. أرجوك. يمكنكم شراء كل ما تريدون، لا أبخل بشيء على صديقاتي. إيتن سينبهر عندما يراني بالثوب الجديد والرائع. فيوليتا، ما رأيك بهذا الثوب؟ وبهذا؟ يا فتيات، هل اخترتم كل شيء؟ نعم، اخترنا كل شيء. ها قد أتي. عزيزي ما رأيك؟ أنت رائعة جدا يا فيوليتا، كم أنني محظوظ أن حبيبتي أجمل فتاة في المدرسة. شكرا جزيلا لك، اشتريت لك هدية أيضا، انظر. يا للهول. أجل جميل. شكرا جزيلا، أحبك جدا. أوه كم هذا لطيف. كنت في المرتبة الثالثة، سبقت الثاني وسددت الهدف. حسناً إيتن، علي أن أذهب، شكراً لأنك أوصلتني. انتظري فيوليتا، شكراً على الهدية. لا شكر على واجب، لا أبخل بشيء لهذا الفتى الوسيم. أردت أيضاً شراء كرة جديدة، لكن إني أحتاج إلى بعض المال. هيا أمسك هذا، يمكنك إبقاء الباقي لك. يا للهول، هذا يكفيني لشراء عشرة كرات. لا أبخل عليك أبداً يا عزيزي. من الرائع أن حبيبتي غنية هكذا، هذا جميل. أمي، أنا في المنزل، ماذا سنتناول على وجبة الغداء؟ ماذا تريد ابنتي الجميلة؟ هل تريدين أن نطلب شيئاً من المطعم؟ حسناً، هذا ما سنفعله، أريد سوشي. اطلبي لي شيئاً لذيذاً أيضاً، ما رأيك؟ حسناً،
بالمناسبة يا أمي، هل يمكنك أن تعطيني بعض المال؟ بالطبع سأقول لك أين أضع المال، وفي المرة القادمة يمكنك ألا تسألي وخذي كما تشائين. أنت حبيبتي المدللة. شكرا لك أمي، أنت الأفضل، أحبك كثيرا. وأنا أيضا أحبك. يبدو أن الطعام قد وصل، سأذهب وأخذه. من الرائع أن تعيش حياة الأغنياء، أن تكون والدتك غنية للغاية ولديك أفضل الأصدقاء وحبيبك أكثر فتى شهرة في المدرسة. كم ابنتي جميلة ولطيفة، أنا مستعدة لفعل أي شيء لتكون ابنتي سعيدة. أعتقد أنه قد حان الوقت للذهاب إلى العمل. لا 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 لا. أيتها المساعدة، قومي بتنظيف كل شيء قبل قدومي. حسناً آنسة سارة. ألو؟ مرحباً آنسة سارة، لدينا لك عقد بقيمة 15 مليوناً، لديك 5 دقائق لاتخاذ القرار وإلا سوف تخسرين هذه الفرصة، ما رأيك؟ يا للهول، سأتجهز في الحال، أنا آتية. يجب أن أحضر نفسي بأقصى سرعة. حسناً، قد جهزت كل شيء. يجب أن أترك رسالة لفيوليتا لأخبرها أنني سأسافر. إلى اللقاء منزلي العزيز، سأعود بعد أسبوع. ما هذه الورقة؟ سوف أرميها في القمامة، فقد أعطيت الآنسة سارة وعداً أن أنظف المنزل. صباح الخير يا حياة الأغنياء. أمي، هل طلبت الطعام للفطور أم ماذا؟ أمي. فيوليتا، إن والدتك ذهبت إلى العمل. كيف نسيت هذا؟ حسنا، سأطلب بنفسي، فأنا أعرف أين تضع أمي النقود التي تخبئها. سنأخذ نقودا أكثر اليوم، فهذه ليست آخر النقود في المنزل لأشتري بعض الأشياء لسيوزي وإيما. اليوم سيكون رائعا بالفعل، أنا متأكدة من ذلك. يا فتيات، انظروا ماذا جلبت لكم، انظروا. يا للهول، سنذهب للتسوق اليوم ايضا يا صديقتي. لا تفكروا حتى في النقود، تسوق اليوم سيكون اروع واغنى ايضا. خذ هذه وهذه ايضا. نحن نحبك يا صديقتي، هيا يا إيتن لتذهب معنا الى التسوق. حسنا عزيزتي، سوف انهي عملي معه اولا. هيا بسرعه. يا رفاق، يمكنكما شراء ما تشاءون، أنا التي أدفع. مشتريات اليوم رائعة للغاية يا فيوليتا. أجل أجل، أشعر أن هذه المشتريات قد تكفي لآخر يوم في عمري. وأنت يا حبيبتي، لا تكفين عن إسعادي، أنت فتاتي المفضلة. بالهناء يا عزيزي، فأنا جدا سعيدة لشراء كل ما تريدون. أمي، أنا في المنزل، لقد كان التسوق رائعاً مع الفتيات. أمي. حسناً، يبدو أنها تأخرت في العمل كثيراً، يجب علي أن أخلد إلى النوم، لقد تأخر الوقت كثيراً. أتمنى أن أمي قد عادت إلى البيت. يا أمي، أين أنت؟ هل نسيت أن تحضري لي طعام الفطور؟ أمي، هذا غريب، هل ما زالت في العمل الآن؟ يجب أن أتأكد، علي أن أتصل بها. إنها لا تجيب. حسناً، علي أن أطلب بعض الطعام لكي أتناول الفطور الآن. أجل، اشترينا أشياء جميلة. اسمعي، ماذا يمكننا أن نطلب أيضاً من فيوليتا؟ يجب أن نشتري كل شيء بما أنها توجد إمكانية. من ناحيتي، سأشتري هاتف حديث وجديد ورحلة إلى بالي.
ما رأيك هل سنشتري لنا هاتفان يا سيوزي؟ بالطبع، كيف يمكنها أن ترفض لصديقاتها طلباً ما؟ بالطبع، كيف نسيت ذلك؟ هي أنا قادمة. مرحباً، هذا طلب لكم، إنه طعامكم، حسابكم 500 فقط. سأحضرهم في الحال. ماذا سأفعل؟ لقد صرفت كل نقودي على أصدقائي والآن لا أملك المال للطعام حتى. ماذا سأفعل الآن يا ترى؟ غير معقول. هل يمكنك الاستعجال؟ أنا أيضاً أريد أن أتناول طعامي. أمي ذهبت ولم تعطني المال إلى اليوم أبداً. هل يمكنني أخذ الطعام في الدين؟ وعندما تعود والدتي سأدفع جميع التكاليف. أنا متأكدة لن أتأخر عليك كثيراً. كلا، في شركة التوصيل خاصتنا هذا ليس خياراً متاح. ليس لديك نقود، لن أعطيك الطعام. ماذا سأكل الآن يا ترى؟ أنا جائعة لأرى ماذا يوجد في الثلاجة. أتمنى اليوم أن تعود أمي حالاً. فيوليتا، بما أن والدتك ليست في المنزل، علي أن أخبرك أنت. اليوم هو يوم استلام راتبك. هل يمكنك الانتظار لتعود والدتي لتعطيك أجرتك؟ فأنا ليس لدي نقوداً الآن. حسناً، سآتي عند عودة والدتك. إلى اللقاء يا فيوليتا. رائع، لا يكفي بأنني جائعة، سأعيش أيضاً في منزل غير نظيف. فيوليتا، هل يمكنك أنا مللت من التسوق كثيراً، لا أريد أن أتسوق، فأنا مللت من ذلك. ماذا؟ صديقتي، ما الذي تقولينه الآن؟ أنت قلت لي أنك سوف تشتري لي زي كرة القدم. ونحن نريد رحلة إلى جزر المالديف. كيف لم تفهم بعد أنهم معها لمصلحتهم؟ أنا اليوم لم أحضر النقود أبداً، لذلك لنمشي على الأقدام في نزهة. حسناً إذن، لا تنسي إحضار النقود غداً يا فيوليتا. تباً، ظننت أنني سأحضر المباراة اليوم بالزي الجديد. يا للأسف. أنا آسفة يا عزيزي، غداً سأشتري لك كل ما تريد. ماذا غداً؟ ولكنني أردت اليوم. كم هم مقززون فعلاً. هل تريدين الذهاب إلى السينما اليوم يا صديقتي؟ بالطبع أريد، ماذا تقولين أنت؟ سأنتظرك اليوم في تمام الساعة السابعة. حسناً. يا فتيات، هيا لنذهب اليوم إلى الحديقة. كلا، لدي الكثير من الواجبات المدرسية. وأنا لدي موعد في مركز التجميل. حسناً، أراكم لاحقاً. أتمنى أن تكون هذه أمي، لقد فقدت عقلي من دون نقود. مرحباً، عليكم دفع إيجار هذا المنزل، حسابكم 5000، عليكم دفعها بأسرع وقت. ما الذي تقصده في الأجار؟ هذا ليس منزلنا؟ كلا، الآنسة سارة مستأجرة هذا المنزل. ماذا؟ لكنني لا أملك المال لدفع الأجار الآن، أمي ليست هنا. لا يوجد مال إذن، لا يوجد بيت، لديك نصف ساعة فقط لإخلاء المنزل بالكامل. لقد فهمت. يا إلهي، ماذا سأفعل الآن؟ هل سأبقى من دون منزل؟ أحتاج الآن إلى المساعدة. أتمنى أن تعود أمي بسرعة لتصلح الموقف. يبدو أنني جهزت كل شيء. حسناً يا آنسة، ماذا كان اسمك؟ آنسة فيوليتا، إلى اللقاء. ماذا سأفعل الآن يا ترى؟ إلى أين أذهب؟ لا أريد الذهاب إلى صديقاتي، سيزخرون مني بالتأكيد. أما إيتن سيتركني في هذه الحالة. حسناً، فأذهب إلى أي مكان آخر. أنا أعتقد أن الواجب كان صعباً، أليس كذلك؟ وأين فيوليتا يا ترى؟ غريب، إنها لا تتأخر عادة على الحصة الأولى. لنسأل إيتن. إيتن، هل تعلم أين هي فيوليتا؟ كلا، لم أتصل بها منذ البارحة، لا أعلم. هل يمكنك أن تعرف؟ حسناً، حالاً. ربما علقت في أزمة السير مع سائقها. إنها لا تجيب، هذا غريب جداً. حسناً، ربما ستأتي في وقت الحصة الثانية. كيف وصلت إلى هذه الحياة؟ أعيش بالقرب من القمامة في هذا البرد. ماذا سأفعل؟ من المهم أن لا يراني أحد من أصدقائي أبداً. كلا إيتن،
عزيزي سامحني، لا يمكنني أن أجيب على الهاتف أبداً. إذا علمت أنني أعيش بالقرب من القمامة ستتركني بالتأكيد. تحملني قليلاً وكل شيء سيعود كما كان. فيوليتا لا تجيب أبداً. حسناً، ستعيد الاتصال بي عندما تستطيع. يبدو أن فيوليتا لن تأتي اليوم. لا تفكري بها، لنذهب أنا وأنت للتسوق، هذا أفضل. حسناً لنذهب، هيا. لا يمكنني أن أصدق أنني سأنام هنا. إنني أشعر بالبرد والخوف أيضاً، ماذا سأفعل؟ لقد أهداها ملابس جديدة والكثير من الزهور. هل سمعت ماذا قال لها؟ ماذا؟ قال أنه يحبها مرحباً يا فتيات، ما رأيكم أن نذهب إلى مكان ما اليوم؟ إيتن، ماذا عن فيوليتا؟ لا أعلم أي شيء عنها، لقد اختفت ولا تجيب على هاتفها. ليس لدي مشكلة أن نتمشى سوياً. حسناً، أنا أيضاً معكم، هيا لنذهب. رائع يا فتيات، سأنتظركم عند الحديقة في تمام الساعة السادسة. اسمعي إيتن لطيف، أليس كذلك؟ هل تريدين سرقته من فيوليتا؟ هي قد اختفت وهذا لا يعتبر سرقة أبداً. كما تريدين يا صديقتي. سأمسك بك. أوه يا رفاق، أمي تتصل علي العودة إلى المنزل في الحال، لن أتأخر. أراكم لاحقاً. حسناً، أراك لاحقاً. اسمعي يا إيما، إننا نقضي وقتاً جميلاً معاً وأنا معجب بك، هل تريدين المواعدة؟ ما رأيك بهذا؟ إيتن، كنت أنتظر هذه اللحظة، بالطبع أريد. هيا بنا لكي نذهب إلى منزلك. لنذهب. خبز، على الأقل شيء ما لآكله. فيوليتا؟ أيها الممل؟ ما الذي تفعلينه هنا؟ الجميع يبحث عنك. ما شأنك في ذلك أيها الممل؟ إذا عرف أحداً أين أنام أنا سأفعل شيئاً لن يعجبك أبداً أيها الممل. حسناً حسناً، اسمعي، يمكنني استضافتك لفترة ويمكنك العيش معي، ما رأيك؟ أنا أعيش في منزلك، هذا لا يعقل أبداً، غير معقول. لا أظن أن العيش هنا أفضل بكثير. حسناً يا بين، لنذهب لأرى أين تعيش أنت، هيا. تفضلي، يمكنك الاستراحة هنا. يا للهول، لا يبدو سيئاً أبداً كما كنت أتوقع. هي بين، أنا أعتذر على معاملتي سابقاً لك، شكراً على الاستضافة الآن. لا شكر على واجب، لكن أنت في الطابق الأعلى. أعتذر منك كثيراً. أجل. مرحى، إنها حفلة رائعة. إيتن، أنا سعيدة للغاية أننا معاً. إيما، لا تستطيع أن تتخيلي كم أنا معجب بك. أترين؟ هذا أفضل. ها قد عادت فيوليتا الجميلة والنظيفة أيضاً. اسمعي، يجب علينا أن نتحدث الآن. أجل بالطبع، ولكن عن ماذا؟ عندما كنت في المدرسة، هل شعرت بأنه تم استغلاله؟ بالطبع لا، كلا يا بين، هذا هراء. قد لاحظت أنه عندما انتهت نقودك، جميع أصدقائك تخلوا عنك، ما القصة؟ قلت لك هذا هراء، إنهم صديقاتي المفضلين، ما بك؟ حسناً، لا تصدقي كلامي، سأثبت لك بالأفعال. وماذا عن؟ تخيلي عندما دخلت رأيته يحمل الزهور لي، كم هو لطيف. سوزي، هل تستطيعين التركي على انفراد مع إيما؟ أخبريني لاحقاً بكل شيء. أجل بالطبع. عزيزي، هل تريد شيء؟ أجل إيما، أنا أحبك جداً وحضرت لك شيئاً. واو إيتن، كم إنها جميلة. كان يجب أن أعترف من قبل، لكنني لم أستطع لأنني كنت أواعد فيوليتا. أنا معجب بك من قبل وكنت معها لأن لديها الكثير من المال، هذا فقط. من الجيد أنها لم تعد موجودة والآن نحن معا، أليس كذلك؟ كم هذا لذيذ جدا.
فيوليتا تعالي لأريك شيئا ما. ماذا؟ هيا تعالي بسرعة ما بك. أنا قادمة حالا. أنهيت عملي، الآن سأعود إلى المنزل لأستريح. علي أن أتصل بابنتي وأخبرها أنني عدت. يا للهول، إنها اتصلت بي عدة مرات. ماذا حدث يا ترى؟ غريب، إنها لا تجيب. أيها السائق بسرعة، امشي قليلاً. أيمكنني أن أفتح عيناي؟ بضع ثوان وجاهز. أوه يا للهول، مستحضرات تجميل كثيرة. هذه جميعها لأمي، لكنها لا تستخدمها منذ فترة، لذلك يمكنك استخدام ما تريدين. شكرا لك يا أبي، شكرا. لم أنتهي بعد، انتظري سأعود بعد قليل. أجل، حسنا. إن بين لطيف للغاية، إنه يهتم بي كثيرا، أنا ممنونة له، إنه رائع جدا. انظري، يمكنك اختيار ما تشائين، أمي تسمح لك. بين، أنت رائع جداً بالفعل. ماذا؟ معروض للأجار؟ أين الآن ابنتي الجميلة؟ يجب أن ندفع الأجار في الحال وأن نعثر على ابنتي الجميلة. أين هي الآن؟ هي هي يا بين، يمكنك الدخول الآن. فيوليتا، تبدين رائعة بهذا الثوب، كم أنت جميلة! إنني أشكرك كثيراً، لا أعرف أنك ستفعل هذا من أجلي. اسمعي يا فيوليتا، يجب أن أخبرك بشيء ما. بالطبع يا بين، هل حصل شيء؟ حصل عندما تقربت منك، أعجبت بك، ولدي مشاعر تجاهك، وأريد أن أقول إنني أحببتك فعلاً، وأتمنى أن تخرجي لمواعدتي. بين، أنت لطيف للغاية، وأشكرك على كل ما تفعله من أجلي، فأنا موافقة بالطبع، أنا موافقة. يجب أن أنهض لأغسل وجهي وأتجهز للمدرسة. لماذا استيقظت يا بين بهذا الوقت الباكر؟ كيف إلى أين؟ إلى المدرسة، لن تذهبي؟ بالطبع لا، إنني أخجل من رؤيتهم بعد أن اختفيت كل هذه المدة. كما تريدين إذن، سأجهز وجبة الإفطار وأضعها على الطاولة. شكرا لك يا عزيزي. يجب أن نضع أكبر عدد ممكن من البيوت من أجل الإيجار، هل تفهم؟ مرحبا، أريد أن أستأجر هذا المنزل بأسرع وقت. انتظري، هذا سيأخذ بعض الوقت فقط. هل يمكننا أن نعجل الأمر؟ أوه، هكذا منذ البداية؟ تفضلي. شكرا، إلى اللقاء. ألو، يمكنكم أن لا تؤجروا الكثير من المنازل، لدي النقود. حسنا، يبدو أنني درست كل شيء. يا صديقي، تدرس العلوم كالعادة. دعني أرى ماذا لديك هناك. كلا، أعطني هذا، هيا. كفى إيتن، كف عن اللعب. حسناً أيها الممل، هيا عد إلى درسك، كم أنت فاشل يا حبيبتي. حبيبي، كم أنا أحبك. أنا أحبك أكثر. لا، أنا أكثر. كم أنت شخص لطيف يا إيتن. ابنتي، أين أنت؟ لقد اتصلت بالجميع، حتى أنني قمت بإخبار الشرطة عن اختفائك. سأبحث على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا ما سأفعله. والآن؟ مرحبا يا صديقتي، ما الحصة الآن؟ نسيت. حصة ماذا؟ شاهدي ما الحفل الذي يحضرونه، هذا أهم الآن، انظري. أوه رائع، سنتسلى كثيرا. سيوزي، سنشعل الحفلة معا، ليس كذلك؟ قولي لي، هل تعلمين ماذا سترتدي؟ بالطبع، فيوليتا اشترت لنا الكثير من الملابس لهذه الحفلة. هيا 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 بسرعة. مرحبا فيوليتا، ماذا تفعلين؟ ألعب بهذه الألعاب، أجلس هنا منذ الصباح، انظر إلى هذا. اسمعي، إنهم يجهزون حفلا ضخما في المدرسة، انظري. رائع،
كنت أذهب لهذا الحفل كل مرة مع الفتيات والآن لا أذهب. فكرت قليلا، ما رأيك أن نذهب إلى هناك سويا كثنائي؟ وماذا عن أصدقائي يا بين؟ لقد قاموا بنسيانك بالكامل، يجب أن نذهب إلى الحفل لكي تفاجئهم ولكي يفهموا من خسروا. أنا لا أعلم حقا. لم أرد إخبارك، لكن عليك مشاهدة هذا الفيديو، يجب عليك هذا. يا للهول، ما هذه الخيانة؟ يجب علي أن أذهب لأتأكد الآن لأريهم من هي فيوليتا. الآن أرى فيوليتا التي أعرفها. كيف استطاعوا أن يفعلوا هذا بي؟ ما هذا؟ وماذا عن إيتن؟ كان يحبني كثيرا. يبدو أن بين محق وأنهم كانوا أصدقائي لأجل المال فقط. ما رأيك؟ هل أعجبك؟ هذا رائع للغاية. شكرا، هل بقي لك الكثير؟ لا، بقي شيئا قليلا، ولنذهب فيما بعد. حسنا، سأنتظرك في الخارج. كم إنه جميل جدا. إنه أفضل حفل على الإطلاق، أليس كذلك يا سيوزي؟ إيتان، لماذا لا ترقص؟ ما بك؟ أخبرني. أنا قادم. إن هذه الحفلة رائعة. هوهو. إيمو، إيمو، ماذا تريدين يا سيوزي؟ ألا ترين أنني أرقص؟ ما هذا الذي أراه؟ مرحبا أيها الخائنون. ماذا تفعلين أنت هنا الآن؟ ابتعدي عني. فيوليتا لا تسيء الفهم، أنا سوف أشرح لك كل شيء. لا أريد أن أرى كذبتك بعد الآن يا إيتان. كيف تتكلمين هكذا؟ هل نسيت أنك اختفيت ولا يجب أن تكوني هنا الآن؟ من الأفضل أن تذهبي من هنا حالاً، لا أحد سعيد برؤيتك. كيف تتجرؤون على هذا؟ لنذهب يا فيوليتا، أنت أفضل من ذلك بكثير. كيف يمكنهم أن يتعاملوا معي هكذا؟ كل ما فعلته لأجلهم، سأريهم بعد الآن. كيف لم تفهمي حتى الآن يا غبية؟ أننا كنا أصدقاؤك فقط من أجل المال والهدايا، والآن دون هذا نحن لا نحتاجك أبداً. هل فهمت ذلك؟ إيما، لكن كان هذا سيئاً. كان يجب علينا إخبارها من قبل. أما أنت يا إيتان فسنتحدث لاحقاً، أما الآن لنستمتع بالحفل الجميل. هل تعلم يا بين؟ أنا حزينة لأن كل هذه السنين كنت برفقة الأشخاص الخاطئين، وكنت سيئة بالتعامل معك أنت، ورغم ذلك أنت ساعدتني الآن. أنت معي. لا تلومي نفسك على أشياء لا يمكنك أن تغيريها، لديك الإمكانية أن تغيري كل شيء الآن. لا أعلم كيف كنت سأتخطى ذلك من دونك، أشكرك على كل شيء. لا شكر على واجب. هل تريدين الذهاب إلى مكان ما؟ الكافيتيريا أو السينما أو أي مكان؟ أريد فقط أن أجلس عند منزلي القديم، لقد اشتقت له كثيراً، واشتقت لأمي أيضاً، ماذا سأفعل؟ أجل، بالطبع، لنذهب. كم أنني سعيدة وحزينة في آن واحد، لدي الكثير من الذكريات هنا. أتفهمك يا فيوليتا، كل شيء سيكون أفضل في المستقبل دون أي شك. لا يمكنني التحمل أكثر، أريد أن أخرج لإستنشق الهواء النقي، أشعر بالاختناق. ربما أشخاص جدد امتلكوا هذا المنزل، لن أستطيع النوم في غرفتي بعد الآن يا بين. ابنتي، هذه أنت؟ فيوليتا، يا فيوليتا. ماذا تريد؟ ماذا؟ أمي؟ أمي العزيزة، اشتقت لك كثيراً. أمي، اشتقت لك كثيراً يا أمي. وأنا اشتقت إليك كثيراً. هيا لندخل كي لا تمرضي، وليدخل صديقك أيضاً. هيا. لا أتوقع أن الوضع مناسب لأتعرف إلى والدتك، من الأفضل أن تقضوا بعض الوقت سوياً. إلى اللقاء فيوليتا. هيا لندخل. من هي؟ منزلي العزيز، منزلي، اشتقت إلى كل شيء هنا، واشتقت إليك كثيراً يا أمي. أين كنت كل هذا الوقت؟
قلقت عليك كثيرا. إن هذه القصة قصة طويلة يا أمي، سأخبرك. من الأفضل أن تخبريني أين أنت اختفيت، ولماذا لم تخبريني أين ذهبت أمي؟ كيف لم أخبرك؟ لقد تركت لك رسالة لكي تقرأيها، ألم تجديها؟ أنا متأكدة أنني تركتها. لم أرى شيئاً أبداً يا أمي. هذا غريب. أنا متأكدة أنني كتبتها. حسناً، أخبريني كيف حالك في المدرسة؟ أخبريني. لا تسأليني حتى يا أمي. فهمت، لدينا حديث طويل عن ماذا حصل خلال هذه الفترة يا ابنتي. بالمناسبة، أمسكي هذا، هيا. شكراً جزيلاً لك يا أمي، اشتقت لهذا كثيراً يا أمي. فيوليتا، مرحباً أيها الفتيات الخائنات. عزيزتي فيوليتا، تبدين رائعة. هاي انتبه أيها الممل، اغرب عن وجهي. هل نسيت بأن لدي حبيب هنا؟ لكن أنا حبيبك. بل إيتن هو حبيبي. لا تضحكيني، إيتن حبيبي؟ قل شيئاً هيا، ما بك؟ هي، ما الذي تقولينه يا إيما؟ أنا أحبك يا فيوليتا. ماذا؟ ماذا يحصل هنا؟ أنا لا أفهم. كنت أظن أنك تغيرت يا فيوليتا. وهل عدنا صديقات مجدداً يا فيوليتا؟ وأنت أيضاً يا سيوزي؟ وأخيراً كل شيء عاد إلى مجرى، عادت فيوليتا المشهورة والغنية. يا فتيات، متى سوف تتوقفون عن هذا الضجيج؟ يا أستاذ لا تغضب، لم يبدأ الدرس بعد، يمكننا أن نتابع اللعب. كم إن تصرفاتكن مضحكة أيتها الفتيات. صوفي، عليك أن تتوقفي عن بث هذا الفيديو المباشر. لا أستطيع فعل هذا يا فيوليتا، فإن متابعين يريدون أن يروا ما أفعل. حسناً يا فتيات، قلع الجرس. كم أنا أكره دروس الرياضيات المملة هذه. ماذا نفعل؟ إننا مجبرون على دراسة كل شيء حتى ولو لم نكن نرغب. بالمناسبة يا فتيات، سوف تكون الانتخابات قريباً، ومن يصوت لي سوف أعطيه درجات عالية. سيد أليكس، هل تعتقد حقاً أن هناك من يريد أن يصوت لك؟ ألا أستحق التجربة؟ هذا كافٍ. أعتقد أن هناك شيء رائع سوف يبدأ الآن. لماذا علينا أن نقوم بفعل الأشياء التي لا نحبها؟ دروس الرياضيات، التصويت لأجل الحصول على درجات. هذا الأمر مثير للاهتمام. لو كنت أنا الرئيسة لكنت غيرت كل هذه القوانين. هناك الكثير من المتابعين لهذا البث. هكذا إذن. كم أنا متعبة من هذه الدروس. كل شيء على ما يرام. دعني وشأني، ما هذا الذي تفعله؟ لا تقلقي أبدا أيتها الرئيسة، أنت بأمان تام من هنا. رئيسة من؟ ومن أنت؟ هيا قل لي. صديقتي صوفي، ماذا تفعلين هنا؟ اعتقدتك في صالون التزيين. هذا ليس مهماً أبداً. أريد تهنئتك لأنه في اليوم السابق متابعيني قاموا بنشر البث المباشر. أهنئك، ولكن ماذا يعني هذا؟ لقد أعجب الناس كثيراً في كلامك. تخيلي، قاموا بالتصويت لك من أجل أن تصبحي رئيسة للبلاد. هذا يعني أنني أصبحت رئيسة حقاً؟ أجل، وقد ظهر لديك الكثير من الأعمال المهمة أيتها الرئيسة، لذا هيا بنا لكي نذهب. حسناً، ولكن علي الذهاب للمدرسة أولاً لكي أتباهى قليلاً. لا يوجد وقت لهذا، علينا السير حسب القانون، فأنت الآن رئيسة. حسناً، أنا رئيستك وليس أنت. 1 2 3 1 2، هيا كرروا. لقد تعبت جداً. أجل، صباح الخير على الجميع. صباح الخير يا سيادة الرئيس. ما بكم؟ لا داعي لهذه الرسميات. يا صديقتي. توقفي، إلى أين تذهبين؟ فيوليتا، من هذا الرجل الغريب الذي يرافقك؟ أليكسا، ألا تعرفين أنه لكل رئيس يوجد معه مرافق؟ نحن نتعلم هذا. أجل، قولوا هذا رائع يا فتيات.
آه، لو أنا لدي مرافق كنت احتميت به من زوجتي. حسناً تكلموا، هل تريدون أن أساعدكم بشيء؟ وبصراحة أنا أحتاج إلى هاتف جديد. أجل، وأنا أريد حاسوباً جديداً لو سمحت. هذا كله غير مهم، الرئيس يمكنه أن يمنح النقود فقط لأسباب تساعد في تطوير بلاده. هذا صحيح، لذلك قولوا لي يا أولاد، ما فائدة كل هذه الكتب التي لا نستخدمها؟ أجل، يمكننا أن ندرس عبر الإنترنت. هذا الأمر يعجبني. حسناً، خذوا هذه. يا صوفي، هل أنت تحتاجين إلى النقود أيضاً؟ هل نسيت بأنني مدونة شهيرة ولا أحتاج لشيء؟ كل شيء كاملاً بالنسبة لي، فأنا لدي الكثير من المال ولا أحتاج لشيء. حسناً، إن لم تريدون شيئاً آخر سأذهب، علي مساعدة الآخرين أيضاً. حسناً، لماذا تقفون هكذا؟ هيا لنكمل التمرين. 1، 2، 3. أجل أجل، إلى هنا قليلاً. لماذا تفعلين ذلك يا سيدتي؟ يوجد لديك مكتبك الخاص. أخبريني لماذا قررت العمل في هذا المكان؟ حسناً، أنا أرتاح هنا ولا تقوم بطرح أسئلة غير مهمة، وقم بحمل الطاولة لليمين قليلاً. حسناً إذن يا سيدتي، ولكن يوجد أوراق عليك التوقيع عليها. أوه يا إلهي، كل هذا لهذا اليوم؟ لا، حتى وقت الغداء فقط. أوه، أنا اعتقدت بأنني سأعمل كل اليوم. بالطبع، فبعد الغداء سيكون لديك ملفات أخرى. ماذا؟ أجل، من حسن حظنا أن فيوليتا أصبحت رئيساً. أنت محقة، والآن سوف نعيش بشكل أفضل. مرحباً جميعاً. سيد أليكس، لماذا أنت سعيداً إلى هذا الحد؟ صوفي، أنت لا ترين ماذا يحمل في يده؟ أوه، وهل أنت أيضاً قمت بالانتباه على حاسوبي الرائع الجديد؟ بالتأكيد، فإن السعادة تبدو على وجهك بشكل لا يصدق. هذا يعني أننا نستطيع الدراسة عبر الإنترنت. بالطبع، هيا تفضلوا، أنا فعلت مجموعة جديدة لنا. كم أنت مضحك يا سيد أليكس. حاسوبي الجديد، حاسوبي الجديد. انتبه. لا. حسناً، ماذا يوجد لدينا اليوم على الغداء؟ تفضلي يا سيدتي، تناولي هذه الوجبة. ما هذا؟ وهل علي أن أتناول هذا؟ أجل، فأنا يجب علي أن أنتبه لصحتك جيداً. أجل، لم أكن أعلم بأن عمل الرؤساء هكذا صعب. تمهلي. هاي ستيف، هل جننت؟ إن هذا الطعام لي أنا، بالرغم من أنه مقرف. اعذريني يا سيدتي، لقد نسيت أن أتحقق منها. ماذا؟ تتحقق منها؟ بالطبع، ربما يوجد فيها شيء ما يا سيدتي. أجل. أجل، بالمناسبة نسيت أن أخبرك أنه يوجد لدينا لقاء مهم مع الصحافة هذا المساء. بهذه السرعة؟ فأنا لم أستطع أن أعمل أي شيء بعد، وهم سوف يطرحون الأسئلة علي. ماذا ستفعلين؟ هم يقومون بعملهم. وأخيراً حصلت على هاتف بكاميرا رائعة حقاً. أليكسا، مرحباً، هل تريدين شيئاً؟ اسمعي، هل تبقى لديك نقوداً من تلك التي أعطتك إياها فيوليتا هذا الصباح؟ بالطبع، ما زال لدي صديقتي. ما رأيك أن نذهب إلى التسوق؟ هذه ليست فكرة سيئة. رائع، وسندعو فيوليتا للذهاب معنا. أتمنى أن تتمكن من القدوم معنا، لأن لديها جدول أعمال ممتلئ. أوه، وما المشكلة في ذلك؟ ألن تستطيع أن تمضي بضع ساعات مع صديقاتها المقربات في التسوق؟ حسناً، قومي بالبحث عن أفخر المتاجر وأنا سأكتب لها رسالة. أنا تعبت من أن أمضي على هذه القرارات. أنت تعلمين أنه لا مهرب من فعل ذلك أبداً. أجل أعلم، ولكن جميعهم يشوهون بعضهم. علي بسرعة أن أجد قراراتي الخاصة. حسناً، هيا تقدموا، ولكن بهدوء.
سيدي الرئيس، سيدي الرئيس، سيدي الرئيس، سؤال أن أسأل سؤالا. حسنا أسأل كما تشاء سيدي الرئيس، أريد أن أسألك سؤالا. ما هي الخطط التي تقومين بتنفيذها؟ عليكم أن تقفوا جميعكم في الدور أيها الصحفيين. الجميع يتحدث بأن سيادتكم لن تقوموا بأي إصلاحات. أنا لم أقول ذلك. أخبرينا، هل قمت بإصدار مراسيم جديدة لمصلحتنا؟ ليس كذلك. أنا لم أجد حلولا بعد لكل هذه الأمور هنا. ما هي آخر المستجدات لديكم؟ هل سوف نذهب من هنا؟ حاليا لا يوجد. حسنا انتهى وقت الأسئلة، عليكم أن تخرجوا. مع السلامة، مع السلامة. هيا اخرجوا حالا. هيا قلت لكم اخرجوا حالا. لا تكونوا واضحة معنا. انتظروا الإجابة سيدي الرئيس. يا سيدي فلتجب يا سيدي. أوه، ما كان هذا؟ إنهم صحفيون. أنا أعلم، ولكن لماذا قاموا بطرح أسئلة كهذه صعبة؟ هذا عملهم، هم يقومون بطرح الكثير من الأسئلة إن كانت مهمة وإن كانت غير مهمة حتى. هذا مفهوم. من أرسل لي رسالة؟ إن كان هنالك أي خط فقط أخبريني يا سيدتي. أجل أجل. أوه، ما بك؟ ماذا حصل؟ الفتيات قاموا بدعوتي للتسوق. هذا غير ممكن، ما زال لدينا الكثير من العمل يا سيدتي. هذا غير عادل. حسناً، يحق للرئيس أيضاً أن يرتاح. هيا اصطحبني للتسوق. وماذا بشأن القوانين الجديدة؟ سأفكر في هذا في وقت لاحق. حسناً. لو ترين وجه السيد أليكس حين انسكبت القهوة على حاسوبه المحمول الجديد، كم كان مضحك. أجل، إنه دائماً مرتبك. بالمناسبة يا ستيف، لماذا قمت بتسليم عامل النظافة إلى السلطة؟ لأنه قد بدا لي كأنه شخص غير موثوق، لذلك لا أستطيع تعريض الرئيس للخطر. أجل، أترون يا فتيات كم هذا صعب أن تكون ملاحقاً من الحارس الشخصي؟ حسناً، دعونا نرى ملابسنا الجديدة إذن يا رفاق. المعذرة يا سيدتي، ولكن أنت لا تستطيعين ارتداء هذه. ولماذا؟ بحسب القانون عليك ارتداء الملابس الرسمية. وما هذا القانون السخيف؟ علي أن أستبدله. بالمناسبة، هل قمت بالتفكير بوضع قوانين جديدة يا فيوليتا؟ أجل، أخبرينا، هذا مهم لنا. في الحقيقة أنا ما زلت أتأقلم مع الوضع، فلم أفكر بشيء بعد. حسناً، علينا المغادرة. هل ترون؟ أنا لا أستطيع مرافقتكم طويلاً حتى. حسناً، أنا ذاهبة. إلى اللقاء. أتمنى لك حظاً سعيداً. اذهب هيا أيها المزعج، يا لك من ضخم. راتبي ليس كافياً، ليس لدي نقود لشراء طعام جديد. أنت محقة في ذلك. مرحباً يا أستاذ أليكس. مرحباً. لماذا أنت غاضب بهذا الشكل؟ هل تعلمون أنه بعد ما حصل اليوم في الصف أردت أن أقوم بإصلاح الحاسوب الجديد، ولكن أصبح أسوأ. حسناً، لا تحزن. فيوليتا ستقوم بالتفكير في كل شيء، ومن الممكن أن يقوم بطردك. لم ينقصني سوى هذا. من الأفضل لو أنكم جلبتم أستاذاً جديداً. حسناً، لك هذا أيها النادل. هكذا إذا. لماذا الجميع هنا يقوم بإزعاج بهذه الطريقة؟ أجل، ماذا علي أن أفكر الآن يا ترى؟ حسناً يا سيدتي، في أيام الرئيس السابق انخفض مستوى المعيشة كثيراً. عليك برفعه إن كان هذا لا يزعجك. بالضبط. ما الذي تكتبينه يا سيدتي الرئيسة؟ من الآن وصاعداً الكل سينال مرتباً مثل ما يريد. لكن يا سيدتي، إن الدولة لا تملك هذا الكم الهائل من المال. لا يهم هذا. حسناً، لقد أمرتهم بأن يطبعوا النقود ضعف الكمية 1000 مرة. ولكن هل أنت مدركة تماماً ما عاقبة هذا الأمر يا سيدتي؟ وبما يهمني ذلك؟ إن الشيء المهم أن شعبي لا يحتاج لشيء. أجل، أنا أعتقد أنه عما قريب سوف يقيلونك من هذا المنصب. بالمناسبة، كنت أنسى. يا إلهي، بماذا تفكر هذه الفتاة؟ حسناً، أريد أن أقرر بأنه يحق للرئيس أن يرتدي كل الملابس التي يريدها. أنا أعتقد أنهم سيفرحون جداً عندما يرونك وأنت مرتدية ملابس غير رسمية. وأيضاً يحق للرئيس أن يأكل كل ما يرغب به. هل تعلمين كم هو خطير هذا الذي تكتبينه؟
ماذا لو أكلت الحلويات وحصل لك شيء؟ من سوف يقوم بإدارة أمور البلاد؟ أنت على حق. أنا أتمنى أن تغيرين ذلك القرار، فهو خطير جدا يا سيدتي. لقد قررت أنه في حال مرضي ستتحمل جميع واجبات البلاد أنت. إن هذا القانون حقا يعجبني كثيرا. أجل أجل، دعيه لأنه جيد. هيا اعترف بأنني أفضل رئيسة على وجه الأرض. أجل، أنت لا تعلمين أن بعد قرارك هذا قد أصبح كل شيء تحت سيطرتي أنا. هل قلت شيء؟ لا لا، أنت تتخيلين. فهمت. أنا اشتريت هذا عندما ذهبت البارحة مساء إلى التسوق. ما الذي حدث لك يا سيد أليكس؟ ولماذا أنت تبدو سعيدا هكذا؟ هل تتخيلون أنه الآن بإمكاني أن أحصل على نقودا كثيرة ومثل ما حلمت بالضبط؟ هل أنت جاد؟ كم هذا رائع. والآن أصبح بإمكاني أن أحصل على كل شيء أريده. يا إلهي، يجب علي أن أتقدم لوظيفة بسرعة. ماذا سيحصل يا أستاذ أليكس بعد حصولك على مرتب عالٍ؟ هل سوف يطردونك من هذه المدرسة؟ بالطبع هذا غير ممكن. من سيقوم بتدريسكم عندها؟ أجل يا أستاذ أليكس، أنت حقا شخص مميز. حسنا، قررت أن أقوم بشراء حاسوبا جديدا غدا. يا لها من حياة جميلة. والآن ماذا لدينا للدرس؟ كل شيء نظيف، يمكنك أن تأتي. منذ زمن لم أخرج في الهواء الطلق. سيري على مهل يا سيدتي، من الممكن أن يظهر شيء غير متوقع. لي. ماذا من الممكن أن يحصل هنا وبالأخص في مثل هذا الجو اللطيف؟ توقفي. ماذا هناك؟ تراجعي خطوتين إلى الوراء من فضلك. حسناً حسناً. ما هذا الشيء الموجود هنا؟ هل سأبقى طويلاً هكذا؟ اختبئي بسرعة. هل أنت على ما يرام؟ بإمكاننا أن نذهب الآن. أجل، هل ستبقى مرمياً على الأرض هكذا؟ كلا، فإن الخطر قد زال. اسمع، لقد قررت أن أعود للمنزل. هيا بنا. تحت أمرك سيدتي، وكما أن المنزل سيكون أكثر أماناً بالنسبة لك. اسمعي، ألا تعتقدين أن تصرفات السيد أليكس أصبحت مؤخراً غريبة؟ إذا كنت تقصدين لأنه يشاهد الفيديوهات على مدار الساعة دون توقف، هذا حقاً رائع بالنسبة لنا. هذا رائع جداً. نستطيع أن نفعل ما نريد وهو لن ينتبه لذلك. بالمناسبة، هل قمت بمشاهدة الأخبار؟ بالطبع، إن فيوليتا قامت بإصدار قرارات جديدة وهامة. أجل، كم هو أمر جيد أنه لدينا صديقة رائعة مثلها. هل رأيتم ماذا يقول ويكتب المتابعون هنا؟ حسناً، وأخيراً حان وقت الغداء. هاي ستيف، ماذا يوجد لدينا طعام؟ أنت الآن سوف ترين ذلك. آمل أن لا يكون الملفوف مثل المرة السابقة، لأنني لن أستطيع أن أكل. لا، إن هذا ليس ملفوفاً. واو، كم هذا لذيذ. أجل، أردت أن أقوم بإسعادك اليوم، وبعد طرحك للقانون الجديد بإمكانك تناول هذا. شكرا لك، أنا بالفعل رئيسة رائعة. أجل، هيا تناولي، والأهم بكمية كبيرة. متى أصبحت جيدا هكذا معي؟ ذلك عندما قررت أن تطرحي تلك القرارات الرائعة يا سيدتي. يا إلهي، كل شيء يبدو لذيذا لدرجة أني لا أعلم بماذا أبدأ. ابدأ بهذه، إنها شهية جدا، وهذه أيضا إنها شهية. وإن الرقائق أيضا لا تقاوم. إن هذا الشيء غير منطقياً أبداً. ماذا هناك يا سيد أليكس؟ لماذا أنت غاضب؟ بعد قرار فيوليتا أصبح لدى الجميع الكثير من المال، ولكن المنتجات قليلة، وباقي المنتجات الموجودة باهظة الثمن جداً. يا إلهي، أنا لم أستطع أن أشتري كل ما أحتاجه. هذا يعني أن كل شيء لدي سيصبح قديماً؟
لماذا؟ لم أفعل ذلك مسبقا. أليكسا ما بك؟ لماذا أنت تبكين؟ أتذكرين أنني كنت أريد التقدم إلى وظيفة؟ أجل، وماذا بذلك؟ لقد اتضح أنه لم يعد يوجد أماكن، كل الأماكن امتلأت، الجميع يريد الحصول على مرتب عال. هذا جيد، أنه قمت بشراء حاسوب جديد. ماذا تقصدين؟ هل هذا يعني أننا... أجل، لن نستطيع أن نعثر على عمل مطلقا. حسنا يا أولاد، وماذا لو قاموا بطردي؟ إن هذه ورطة حقا. هكذا إذن، عندما تصبح النقود كثيرة تصبح المشتريات محرمة علينا. من المحزن أني اعتقدت أن فيوليتا ستصبح رئيسة جيدة. من الواضح أنه سيتم طردي قريبا، أليس كذلك؟ هل تعلمون بأن فيوليتا هي صديقتي المقربة؟ ولكن أنا حزينة جدا لأنها أصبحت رئيسة للبلاد. أجل، أتمنى أن يعود كل شيء كما كان في السابق. كلي بالهناء والشفاء يا سيدتي الرئيسة. قل لي يا ستيف، هل أنا قمت بطرح قوانين كثيرة؟ لا لا، على العكس تماما، أنا أعتقد أنهم قليلون جدا. كم هذا رائع أنني ربحت في الانتخابات. يبدو أنني لست على ما يرام. ما بك يا سيدتي؟ هل أنت متعبة؟ أجل، بطني يؤلمني. أيعقل أن هذا بسبب المأكولة؟ لا لا، هذا لا يمكن، وربما السبب هو أنك تتناولين كمية قليلة منها. أنت حقا تظن هكذا؟ حقا. حسنا، هيا اذهب وأحضر لي المزيد من الحلويات. أظن أنه لا يوجد متسع من الوقت، لأنه يوجد المزيد من الصحفيين. هل سألتهم ماذا يريدون؟ لا لا أعلم، ولكن أعتقد أنهم فرحون جدا بقراراتك، وأنهم قدموا إلى هنا لشكرك. كم هذا رائع. سيدي الرئيس، سيدي الرئيس، أجيبنا على هذه الأسئلة. حسنا، أنا أسمعكم جميعا. أرجوك أخبرينا، عليك أن تخبرينا ولا تخفينا أي شيء. ماذا تقولون؟ سيدي الرئيس، سيدي، ما هي الحلول لرفع مستوى المعيشة وقيمة العملة؟ نحن الآن في نسبة الاقتصاد. لماذا تضعين كل هذه الحلويات على طاولتك بينما شعبك جائع؟ توقفوا، قلتم جائع؟ من جائع؟ ولماذا جائع؟ إن الرئيسة اليوم لا تريد أن تجيب على هذه الأسئلة. هيا اذهبوا من هنا. بالنسبة للشعب، أرجو الإجابة يا سيدي الرئيس. هيا خرجوا. أرجوك، أعرف كل شيء. وما هذا الذي جرى الآن يا ستيف؟ لا تهتمي لذلك يا سيدتي، إنه أمر عادي. لكنهم يقولون بأن الناس جائعة. عليك ألا تهتمي لذلك، كل شيء يسير على ما يرام. لا، أريد أن أعرف الحقيقة. هيا خذني إلى مكتبي في الحال يا ستيف. لكن قلت لك لا يوجد شيء. قلت لك هيا بسرعة. حسنا، قلت لك بسرعة، هيا هيا بسرعة. من الجيد أنه بقي القليل من هذه. لماذا أصبح الجو بارداً هنا يا سيد أليكس؟ لم يبقى لدى المدرسة ولدي أنا نقوداً لأجل التدفئة هذا العام. من الجيد أن ارتديت المعطف هذا اليوم. لماذا هذا المكان بارد؟ فيوليتا، صديقتي العزيزة، اشتقت إليك كثيرا. توقف، ما بكم؟ ليس بإمكانكم أن تعانقوا الرئيسة أبدا. بالنسبة لك إنها الرئيسة، وبالنسبة لنا إنها صديقتنا. هيا قولوا لي يا صديقاتي، لماذا الصحفيون قالوا لي أن الناس جائع؟ هل هذا صحيح؟ في الحقيقة إن هذا الكلام صحيح. لذلك قلت لكم مسبقا أنه عليكم التصويت لي. قولي لنا، لماذا أصدرت كل تلك القرارات السخيفة يا فيوليتا؟ أنا اعتقدت أنه سيصبح كل شيء أفضل بوجود الكثير من النقود، ولن يبقى أحدا فقيرا. ونحن أيضا اعتقدنا ذلك، ولكن هذا الشيء لم يعمل. عليك أن تجدي حلا. لحظة، أنا لا أفهم، هل أنتم تقومون بالاعتراض على ما تفعله الرئيسة فيوليتا؟ اصمت يا ستيف، إن استمر الأمر هكذا من الممكن أن يقيلوك من منصبك. أرجوك قومي بالتفكير بشيء ما. نحن نرجو منك ذلك يا صديقتي. أجل، أنا لا أريد أن أقضي كل حياتي على هذه الحلوى الناشفة. سأفعل ما أستطيع عليه. نتمنى أن يصبح كل شيء جيدا. حسنا، أنا قررت، هيا بنا لنذهب من هنا. إلى أين قررت أن تذهبي مجددا؟ أنا في ورطة بسبب قراراتي الطائشة. دعنا نذهب ونجد حلولا لهذه المشاكل. إلى أين ذهبتِ؟ علينا أولاً أن نتناول شيئاً ما، أنا جائع. رائع، قريباً سيعود كل شيء كما كان.
يا سيد أليكس، دعنا نتناول الحلوى معك أرجوك. غير ممكن، وأنا أيضاً أريد أن آكل. أرجوك على الأقل قطعة واحدة، أنا جائعة جداً. لا أستطيع أن أتناول المزيد يا ستيف. اسمع يا فيوليتا، لا أستطيع أن أدعك تذهبي للعمل وأنت جائعة. ومنذ متى أنت تناديني بهذا؟ أوه، اعذريني من فضلك، لقد قلت ذلك من دون قصد. أوه، ما هذا الشيء؟ لا شيء مهم؟ كم هذا مثير، ماذا سيحصل إن قمنا بالضغط على هذا الزر الأحمر؟ توقفي، لا داعي لذلك، صدقيني. حسناً. آه يا إلهي يا إلهي، بطني تؤلمني كثيراً. يا إلهي. ما بك، ماذا حصل لك يا سيدتي الرئيسة؟ بطني تؤلمني جداً جداً. عليك أن تذهبي وترتاحي الآن في السرير وبسرعة أيضاً. كم هذا مؤلم، كم هذا مؤلم يا إلهي، إن معدتي تؤلمني كثيراً يا إلهي. لا تقلقي، لقد قمت بشرب الدواء والآن سوف تكونين على ما يرام. أي، وماذا سيحصل في القرارات التي علي أن أزيلها على الفور؟ لا تفكري بذلك، لأنك قلت أنه عندما تمرضين تتحول كل أعباء العمل علي، أنا سأحل كل شيء. هذا صحيح، من الجيد أنني قمت بذلك. والآن عليك أن ترتاحي أنت وأنا سأذهب إلى العمل. بالمناسبة، أجل، هل تريدين مني شيئا؟ أريد أن أشكرك كثيرا. أعدك بأنني لن أخيب ظنك أبدا. أقصد القليل فقط. آه يا إلهي، كم هذا مؤلم. آه هيا 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 هيا، أسرع 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 أسرع، هيا يا فتيات هيا. أوه أنا تعبت كثيرا. هذا جيد، على الأقل سنشعر بالدفء قليلا. نعم بالطبع. وصلتني رسالة، لحظة. ولي أيضا. ولي أيضا. ماذا؟ خبر عاجل، الرئيسة فيوليتا مريضة جدا، والآن سيقوم حارسها الشخصي ستيف بتولي جميع شؤون الدولة. كم من الوقت علينا أن ننتظر حتى تأتي فيوليتا إلى هنا؟ أمل أن ستيف هذا سوف يلغي القرارات التي أصدرتها فيوليتا. لا، هذا الأمر لم يعجبني مطلقا. لماذا؟ أنا لدي إحساس سيء تجاه ستيف، آمل أن لا يقدم على فعل شيء سيء. آمل ذلك. طالما لم ينتهي الدرس بعد، هيا يا فتيات ثابروا هيا. وأخيرا قد حققت كل الذي أريده. سيدي الرئيس، سيدي الرئيس، لدينا أسئلة. اهدوا اهدوا، سوف أجيب على كل أسئلتكم أيها الصحفيون. لماذا الرئيسة فيوليتا لا تستطيع حكم البلاد؟ هل تريد أن تلغي تلك القرارات التي أصدرتها مؤخرا؟ نعم بالتأكيد، أنا قررت أن أقوم بإلغاء تلك القرارات. إذن أنت حصلت على تفويضا منها. بالطبع لا. هل تعلمون ماذا؟ إن رئيستنا فتاة غبية وصغيرة ومجنونة. هل يمكن لك أن توضح ما قصدك بهذا؟ أجل بالطبع، هي تريد أن تفعل الأفضل، ولكن لا تملك الخبرة الكافية للقيام بذلك. أنت كحارس شخصي تريد أن تقول أنها رئيسة سيئة؟ أليس كذلك؟ مع الأسف نعم. حسناً، وعندما نريد أن نستبدلها من سيكون المرشح؟ هل لك أن تخبرنا؟ حتى الآن لم تفهموا ذلك؟ بالطبع، أنا سأكون المرشح المنتظر. هل أنت جاد في هذا؟ ومن أين لك كل تلك الجرأة؟ يا فتاة، أنا أعمل مع الرؤساء منذ أكثر من 15 سنة، ولدي خبرة كافية أكثر من الجميع، صدقيني يا فتاة. وماذا ستفعل عندما تصبح رئيساً يا سيد ستيف؟ سأفعل كل ما يتطلبه الأمر، والأفضل من ذلك. سأفعل كل ما يتطلبه الأمر، والأفضل من ذلك. ماذا؟ وسيصبح لدى الجميع الطعام والمال وكل شيء قد حلمتم بالحصول عليه. لا، هذا غير ممكن أبداً. حان وقت تصحيح الأمور، سأريك يا ستيف. حسناً، لجميع من يشاهد هذا البث المباشر، قوموا في التصويت لي على الأرقام التي سأضعها قريباً في أسفل الفيديو. رائع، وأخيراً سوف نعيش جيداً، رائع. وأنا سأتمكن من دفع فواتير الماء. وأنا سيمكنني أن أتناول الحلوى الجيدة. بالطبع، أنا أكثر شخص يمكنكم الوثوق به، لا تقلقوا على مستقبلكم. لا. ماذا؟ ماذا تفعلين هنا؟ أنا رأيت بثك المباشر وأردت أن أقول لك أنت كاذب. سيدتي الرئيسة، هل أصبحت أفضل الآن؟ لا تنصتوا لكلامها أبدا، أنا قلت لكم إنها مجرد طفلة. أجل أنا طفلة، ولكن باستطاعتي أن أعرف الشخص الجيد من السيء. ماذا تعنين بهذا الكلام؟ في الحقيقة منذ البداية لم أثق بهذا الشخص السيء أبداً.
ما هذا الذي تقولينه؟ انتبه جيدا، إنها الرئيس ولا يحق لك أن تعترض على كلامها أبدا. أجل، أنا أعلم بأنني طفلة وأنني لا أستطيع أن أحكم البلاد، ولذلك أنا الآن رسميا أقوم بإعلان استقالتي أمام الجميع. هل تقصدين بأنك سوف تتنازلين للسيد ستيف؟ هل ترون هذا؟ إنها تعترف بذلك. لا، ستيف لا يصلح أن يكون رئيسا. عليكم أن تعلموا أنه هو من جعلني أن أتناول الكثير من الحلويات ليحل في مكاني. هذا كذب. فكروا في ذلك، أنه قام بخداعي وسيقوم بخداعكم أيضا. لا تنصتوا لها أبدا، أنا لا أعلم عن ماذا تتحدث. إذن أنت لا تريدين وهو أيضا، من سيصبح الرئيس إذن؟ ومن سيقوم بحكم البلاد إذن؟ أنا لدي مرشح ما مناسب. أجل، هذا جيد في وظيفة الجديدة، صحيح يا ستيف؟ أجل، هذا صحيح يا سيدي الرئيس. تلك هي القصة بأكملها يا فتيات. بالمناسبة يا فيوليتا، كل تلك النقود التي طبعتها هل أعطيتها لهم كلها؟ حتى أنك لم تتركي أي شيء لنا. طبعا لا. فلنذهب لتسوق الذهبية. سيد أليكس، هل تريد أن نبدأ بالعمل؟ لا 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 لا، أنا لم أنتهي بعد من مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بي. إنه لي. إنه لي. لا، إنه لي. لا لي، قلت لك إنه لي. إنه لي، ألا تفهمين؟ فيوليتا، قلت لك إنه لي، قلت أنه سيصبح ملكي أنا. إنه لي. قلت لك بأنه سيصبح لا لي وحدي. إنه لي أنا وحدي. لا، إنه لي لوحدي. قلت لك إنه لي. فيوليتا، انظري لنفسك كيف سيقابل واحدة مثلك أنت غبية. النقود ليست مهمة، لذلك كيفن حتما سيكون لي. لكنه لم يقبل بالذهاب معك إلى المقهى، فهمتي؟ لا علاقة لك، سوف أقوم بتجهيز كل شيء. لكنك لا تملكين شيء، لا غرفة ولا حتى مطبخ. فيوليتا، قلت لك إنه لي. لي أنا. لا لي، سيصبح لي. فيوليتا، أنا أختار نيكول، فلتذهبي من هنا. هل تراها جميلة فعلا؟ إنها أجمل وأفضل منك وبألف مرة، فهمتي؟ هل ترين ذلك؟ والآن أشهر فتاة سيصبح لي أنا. أجل. من الآن فصاعدا سنصبح أصدقاء. لكن أنا أجمل منها بكثير. أنا فيوليتا، هاي استيقظي يا فيوليتا، هيا استيقظي، استيقظي الآن، استيقظي فيوليتا. فوه، كم من الجيد أنه كابوس فقط. وأخيرا استيقظت وأنا أحاول إيقاظك منذ دقيقة. شكرا لك يا صديقتي، كان يراودني كابوسا بشع. وما هو؟ إنه كيفن الوسيم سيقابل نيكول. دائما تتحدثين عن كيفن باستمرار. بالطبع. لقد أصبح شخصي المفضل، كيف لي بأن لا أتحدث عنه؟ لا أعلم، فبالنسبة لي لا يوجد فرق. هذا جيد، لأنني متأكدة بأن كيفن سيصبح لي عما قريب. حسناً، علينا الذهاب للمدرسة. انتظري، علي أن أضع أحمر الشفاه باهظ الثمن لكي يراني جميلة، ومن ثم سنذهب إلى المدرسة. أجل، هذه خططك الشريرة. أجل، هيا بسرعة. انتهيت. أنا قادمة يا راشيل. هيا أقوى، هيا عليك بها، أقوى أقوى من ذلك، هيا هيا. أجل، هيا، بقي القليل وسوف تصبح جميل وبعضلات مفتولة، هيا. أنا لن أصبح مثلك أبدا مهما حاولت، لقد يئست.
بالطبع، لأنني ملك المدرسة بالفعل ولا أحد يضاهيني. لذلك سوف أكون أفضل شخص. هذا صحيح. لا علي. لكنك أذكى فتى هنا بالفعل. هل تعتقد هذا حقا؟ بالطبع أنت كذلك. حسنا، أنا بكل الأحوال لن أستسلم وسأتدرب دائما. واحد، اثنان. يا أخي، أنا واثق بأن كل شيء سيصبح على ما يرام، فلا تقلق. حسنا، والآن تمرين المعدة. أجل، هيا، بقي القليل. هيا، أكثر. أحسنت صنعا. هيا، أنت على وشك أن تفعل. هيا فيوليتا، انظري. نعم، علي الفوز. أجل، هيا، هكا تجيل. أجل، أسرع. يا إلهي، لقد سقط الكتاب. فيوليتا، انظري. أجل، لقد سقط. أنت لست بارعا في هذا يا كيفن. إن رأسي يؤلمني كثيرا من هؤلاء الأولاد. سأكون الأول حتما. كيفن، أنا كتبت لك الشعر، انظر ماذا كتبت. سوف أقوم بقراءتها في المنزل. كم أنه جميل. انظري يا فيوليتا، فإن منافستك قد قامت بكتابة الشعر له. سوف أريها الآن. كيفن، ماذا تريدين؟ لقد حصلت على بطاقتين لأفخم حفلة على الإطلاق. ماذا يعني هذا؟ أدعوك لنذهب إلى الحفلة معا. لا يوجد وقت لدي، اذهبي مع أحد آخر. هل قلت مع أحد آخر؟ إيه يا صديقتي، لا تحزني، من الممكن حقا أنه مشغول. أجل، لقد صدقت ذلك. هيا بسرعة. أيها التلاميذ، لقد ضاع الوقت. عليكم أن تكونوا هادئين ضمن هذا الصف. نحن نعتذر يا أنسة ميدي. هيا اهدأوا. فيوليتا، هل يمكنني أن أذهب معك؟ بالتأكيد لا. لماذا؟ أنا الأذكى في هذه المدرسة، هكذا قال لي كيفن. إنه جيد، ولكن لن أذهب. أنا لا أعجبها، أرأيت ذلك يا كيفن؟ كل الفتيات توافقني عندما تتم دعوتهن على وجه الخصوص. هل تعتقد أنها قريبا ستوافق على الخروج معي في موعد؟ بالطبع. أوه، يجب أن أذهب بسرعة إلى الاجتماع. أخيرا، لقد ذهبت من هنا. بإمكانكم أن ترتاحوا قليلا. أخيرا، يمكننا أن نفعل ما نشاء الآن. هيا. إنني جائعة، سأتناول الطعام. هيا أسرعوا. هيا. لقد شعرت بالجوع كثيرا اليوم. أنا أتبع حمية غذائية كل يوم. هذا يعني أنه لا تأكلين سوى التفاح؟ أجل. لقد نصحني بهذا أفضل أخصائي تغذية في هذا البلد. كم هذا رائع، وأنا أيضا علي أن أجرب. أوه، نيكول، هل تتبعين الحمية بتناول الخبز؟ حمية؟ لا، ولكن ليس لدي نقود لشراء الطعام.
وكيف سمحوا لك أن تدرسين في مدرستنا؟ أنا ذكية جداً. لست مثلكما أنتما الاثنتان. أذكى واحدة؟ يا راشيل، هل سمعت إنها تدعونا بالأغبياء؟ إن هذه الفتاة تتوهم فقط. أجل، هيا نذهب، لا أريد أن أبقى هنا أبداً. كم إنها مسكينة. لقد أفسدتا شهيتي عن الطعام. حسناً، سيبدأ الدرس الآن وعلي أن أذهب، وأنا لا أحب أن أتأخر. قلت لك. هيا. أيها التلاميذ، اسمعوا، لدي لكم إعلاناً هام جداً. أجل، لم يبقى علينا سوى إعلانك. توقفوا، المديرة طلبت أن تفعلوا شيئاً، لذلك يجب أن تفكروا بشيء. هل وجدتم فكرة ما؟ يمكننا التحضير لأمسية أدبية. أعجبني ذلك، من منكم موافق؟ أيها التلاميذ، لماذا لم نفعل مسابقة لاختيار ملكة جمال المدرسة؟ أجل، لأنه تم اختيار ملك للمدرسة، ولكن لا يوجد ملكة. لا، لأنه لا يوجد لدينا نقود لفعل مسابقة أخرى، نحن في ضائقة. النقود غير مهمة، أنا سأقوم بدفع جميع المصاريف لأنني ثرية جداً. هذا رائع، كم هذا رائع بالفعل، شكراً. أوه، وأخيراً سوف نعرف من ستكون الملكة. بالطبع، الجائزة الكبرى للرابحة ستذهب لمقابلة كيفن. لا بالطبع، لا أوافق على هذا على الإطلاق. لا يوجد موعد، لا يوجد نقود. كيفن، عليك القدوم لمكتبي بعد الدرس على الفور، وليس هناك أي نقاش في هذا. حسناً، هيا. إذا أجريت هذه المسابقة أستطيع أن أتقرب من كيفن. ولماذا تثقين بالانتصار؟ أنا سأربح المسابقة، وأنا التي ستذهب مع كيفن أيضاً، هل فهمت؟ وأنت أيضاً يا فيوليتا، لماذا أنت واثقة؟ سأشرح لك، كل من لديه نقود سيفوز. قامت فيوليتا بالدفع مقابل المسابقة، من المؤكد ستفوز. أجل، يبدو أنه من غير المجدي، اقنعوا فيوليتا أن المال ليس هو الهدف الصحيح. علي أن أستمر بتناول التفاح كما قال لي أخصائي التغذية. أين هو كيفن؟ لقد تأخرت على المدير كثيراً. عمتي صباحاً، ماذا تريدين أن تقولي لي؟ أخبريني. عليك الموافقة أن تذهب في موعد مع الفائز في المسابقة، أسمعت كيفن؟ لماذا يجب أن أفعل هذا؟ فلتقومي بالتحضير لأمسية أدبية. يجب أن أفعل هذه المسابقة لأن المدير سيصدر جائزة لأفضل عرض، هل فهمت علي؟ وما علاقتي أنا بذلك؟ إذا قمت بالموافقة على هذا الطلب البسيط مني، فسأحرص على تخرجك من المدرسة بأفضل الدرجات، هل فهمت ما أعنيه؟ هذا يعني أنك تعرضين علي صفقة رائعة، أليس كذلك؟ أم أنا مخطئ؟ أجل، ما رأيك؟ موافق. هذا رائع، والآن اذهب، وأنا سأذهب لأخبر المدير اقتراح فيوليتا. إلى اللقاء. الآن أنا أضمن أنني سأفوز وأحصل على الجائزة في جيبي.
حسناً، أنا أعتقد أنه المكان المناسب للنوم هنا اليوم. آمل أن المسابقة ستتم وسأصبح أنا ملكة المدرسة. عندها كيفن سيصبح لي وحدي. لقد قمت اليوم بشراء الكثير من الملابس الجميلة. إنه رائع، وأنا أيضاً علي أن أشتري شيئاً لنفسي. بالتأكيد، أنا سأكون أجمل واحدة في المسابقة. كيف هذا؟ وكيفن رفض الذهاب إلى الموعد. أنت سمعت أن ميدي طلبت من كيفن القدوم لمكتبها. ماذا يعني؟ أنا واثقة أنها ستجد حلاً مناسباً لإقناعه. فيوليتا، هاتفك يرن. إنها الآنسة ميدي. مرحباً. فيوليتا، لدي لك أخبار رائعة جداً. كيفن وافق أن يذهب للموعد؟ أجل، لذلك هل نقوم بفعل المسابقة غداً؟ هذا مناسب؟ أنا أعتقد أن نفعل ذلك يوم الغد لأتمكن من ترتيب نفسي. حسناً، ولكن القصة هي... لا تقلقي، أنا سأجلب النقود غداً. هذا رائع، أنا بانتظارك. إلى اللقاء. سأحصل على الجائزة. أرى أنه تم الموافقة على الموعد. أجل، عما قريب سيكون لدي عشاء رومانسيا مع كيفن. وماذا إن ربحت أنا؟ إن كيفن لا يعجبني أبدا. ماذا؟ ستقدمين على المسابقة؟ بالطبع، وأنا أيضا أريد أن أصبح ملكة جميلة. لا يمكن، أنت صديقتي المقربة. ماذا يعني؟ لا يمكن لك أن تكوني وحدك الفائزة. لذا يتوجب عليك الاختيار، أنا أو المسابقة. لا يلزمني صديقة، لا تهتم لشيء على قدر ما تهتم للتاج. اخرجي من هنا. عندما تريدين البكاء حين خسارتك في المسابقة لا تتصلي بي. لن أفعل ذلك لأنني سأربح بالتأكيد. أجل، سأكون الملكة وأكثر شخص مشهور في المدرسة. سوف أقوم بالمزيد من التمارين كي أنال إعجابها عندما تراني. علمت بأنني سأجدك هنا. أنت تعلم بأنني أريد أن أصبح وسيماً وقوياً مثلك، أليس كذلك يا كيفن؟ ماذا تفعل أنت هنا يا أليكس؟ أنا أتمرن، ألا ترى ذلك؟ حسناً، أنا آتٍ إليك، سأخبرك بشيء مهم جداً. ما هو الأمر؟ هل أخبرتك فيوليتا بشيء مهم عني؟ لا، ولكن استعد، فعما قريب سيتاح لك رؤية فيوليتا بكامل أناقتها. وماذا تقصد بذلك؟ أخبرني. أنا وافقت على عرض فيوليتا، وبعد عدة أيام ستقام مسابقة ملكة المدرسة. يا له من خبر رائع، أنا مسرور. أنا أعتقد أن فيوليتا ستكون بكامل أناقتها في تلك الحفلة، أليس كذلك يا كيفن؟ من المرجح هذا. حسناً، منذ الآن علي أن أقوم بتمارين أكثر حتى ذلك الوقت. هيا فلتبدأ التمرين وأنا قادم إليك. هيا، واحد، اثنان، هيا، ثلاثة، هيا 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 هي. يمكنك، هيا هيا، أربعة، هيا، خمسة، ستة. الآن ستبدأ مسابقة ملكة جمال مدرستنا. ووهو.
سيفوز؟ الفقيرة نيكول أم الثرية فيوليتا؟ هذا يعود لأصواتكم أنتم. من المؤكد أنني من الصعب أن أفوز على هذه الثرية. والآن سوف نبدأ مع المتسابقة الأولى. هذا مثير للاهتمام. من ستكون الملكة القادمة يا ترى؟ أعتقد أنه لا يوجد سؤال للفائز اليوم. وأخيراً أنا التي ستصبح ملكة المدرسة، أليس كذلك؟ كيف كنت صديقة لهذه الفتاة المتعجرفة؟ لماذا لا تصفقون؟ هيا لنصوت لها، فيوليتا هي الأفضل. أنا آمل بأنكم لن تهتموا للنقود وستقوموا بالتصويت حقاً للأفضل. هذه الفتاة المسكينة لا بأس بها، ولكن مع الأسف لا أستطيع التصويت لها على الإطلاق. والآن وفقاً لإحصاء أصوات مسابقة اليوم لدينا تعادل بالأصوات. ماذا؟ هذا غير ممكن، يجب أن تكون الأصوات كلها لي. نعم، في الواقع هناك شيء خاطئ. أجل، أنا قلت لك. إنها راشيل، لم تقم بالقيام بعد بالتصويت. هل يمكنني أن أمتنع عن ذلك؟ لا، عليك الاختيار الآن، من هو الفائز؟ لأن راتشيل هي صديقتها المقربة، من المؤكد أن فيوليتا هي حتماً من سيفوز. حسناً. يا صديقتي، أنت المفضلة لدي، وكل شيء سيصبح على ما يرام. أنا سأقوم بالتصويت لصالح نيكول. ماذا؟ شكراً لك، شكراً جزيلاً لك. والآن يا نيكول، أصبحت أنت ملكة المدرسة. والآن خذي تاجك. ماذا فعلت يا راشيل؟ هذا غير ممكن، لقد قمت أنا بشرائه. فيوليتا، الكل يعلم بأنك الوحيدة التي تستطيع شراء هذه المسابقة، ومن الجيد أن المسابقة حقيقية. فيوليتا، لا تحزني، لا عليك، لأنك قمت بفعل هذه المسابقة فأنت أيضا ستكونين ملكة. أرجوك لا تحزني، وأنا الآن سأريكم من هي الملكة الحقيقية. مخادعون. فيوليتا توقفي. أعتقد أنه علينا الاحتفال بالنصر، هيا بنا يا أصدقائي لنرقص. هذا جيد، وأنا لا أريد أن أعطلكم، استمتعوا بوقتكم. لم أتوقع مطلقاً أن الفقيرة هي التي ستفوز. أجل. والآن لنرقص يا فتيات. كيف استطعت؟ أنا أخسر. مع ذلك قاموا بإعطاء التاج، لكن علي أن أجعل الناس تحبني مرة أخرى. علي أن أفكر بشيء. وجدتها، سأبدأ براشيل، سأقوم بشراء هاتف جديد لها لكي تحبني. وأنا لن أبكي مرة أخرى لكي لا أنزع زينتي. هيا افتحي، ما بك؟ هاي، هل لديك مشكلة ما؟ ملكتنا، أنا سعيدة برؤيتك. الخزانة الخاصة بي إنها لا تفتح. انتظري لحظة. سأقوم بمساعدتك. حسناً، ماذا يفعلون هنا؟ من أين لك هذا؟ أنا أعيش في الشارع، لذلك يجب أن يكون بحوزتي كل شيء. قد تم الأمر. شكراً جزيلاً لك، وأيضاً انظري.
إنه رائع، ولكن هذا... ماذا هناك؟ لأنك أنت الآن هي الملكة راشيل. لماذا لم تقومي بكتابة اسمي؟ وأنا أيضاً أعطوني التاج. أعطوك التاج بسبب نقودك فقط، وإنما هي ملكتنا الوحيدة. أنا لا أريد أن أتشاجر معك. الأفضل خذي هذا. ما هذا؟ إنه أحدث هاتفاً وهو لك. أنا لست بحاجة أي هدايا منك. نيكول، هل تريدين تناول الغداء معي؟ بالطبع أريد. لنذهب. وأنا لدي لك شيء آخر رائع جداً. هكذا إذن. لم يتم الأمر بهذا الهاتف، سأقوم بشراء شيء آخر. شكراً لك على هذا الطعام اللذيذ، لكني لا أملك النقود، فاعذريني. يا ملكتنا، أنا على استعداد أن أطعمك كل يوم. كيفن، أهلاً وسهلاً. نيكول، أرأيت كم الإعجابات الهائل الذي نالته صورتك؟ أنا أيضاً لم أرى، دعني أرى. دقيقة، لم أنل هذا الكم الهائل من الإعجابات طيلة حياتي. لكني مع الأسف لا أملك هاتفاً. أتمزحين؟ بالفعل لا أملك، لكن من وضع هذه الصورة؟ بالطبع أنا من وضعها، لأنه عليهم أن يعرفوا من هي ملكة المدرسة الحالية. هذه الصورة تعني أنك أصبحت أكثر فتاة مشهورة في المدرسة كلها يا صديقتي. لذلك علي أنا أن ألتقط صورة معك بسرعة. حسناً، هيا. حسناً، تم الأمر. يا كيفن، هل تستطيع مشاركة الصورة معنا؟ حسناً. كم هذا مذهل، حصلت خلال دقيقة على 10,000 إعجاب. وماذا تقصد بتلك الكلمة الإعجابات؟ في الواقع لدينا موعد، لذلك سأخبرك بكل شيء هناك. والآن علي أن أذهب إلى التمرين، لقد تأخرت كثيراً. لا تنسى أن ترسل الصورة. حسناً حسناً، وأنت يا نيكول، أنا سأكون في انتظارك غداً في أفخر مطعم. راشيل، أخبريني أين يقع ذاك المطعم الفاخر الذي أشار إليه كيفن؟ بالطبع، هذه البطاقة يوجد فيها كل المعلومات. أنا حقا لا أصدق أي شيء يحدث معي هذه الفترة. قولي لي، هل كيفن يعجبك؟ بالطبع، ولكن لم أعترف له بذلك مطلقا. والآن حان الوقت. بصراحة أنا معجبة بصديقه باتان. وهل تعلمين أنا لا أعرف بماذا أتحدث معه؟ ولكن أنا أعرف، لذلك سأقوم بمساعدتك. من الجيد أنه ظهرت لي صديقة حقيقية، خصوصا أنها أصبحت ملكة جمال المدرسة. كم أن فيوليتا جميلة وأنيقة، لا أستطيع إخراجها من ذهني. لا أعلم، لكن هذه الفتاة ثرية ووقحة أيضا، أنا لا أحب ذلك إطلاقا. من الجيد أنها لا تعجبك، ولكنها بالمقابل يا كيفن لا تولي أي اهتمام لي أبدا. قلت لك أنه عليك التصرف، وبعد ذلك سيكون كل شيء على ما يرام يا صديقي. من الأفضل معرفة اللحظة المناسبة للقيام بهذا. ماذا؟ صورة نيكول حازت على 1,000,000 إعجاب؟ أنا متأكدة بسبب وجود كيفن، أليس كذلك؟ أوه فيوليتا، كيف حالك اليوم؟ أنا بخير. هذا رائع. كيفن، أريد أن أطلب منك شيئاً مهماً. ماذا تريدين؟ أنا لم ألتقط أي صورة منذ زمن بعيد، ومتابعيني ينتظرون ذلك، تعلم كم أنا مشهورة. ماذا يعني هذا؟
هل يمكننا التقاط صورة؟ ولكن الفتاة المشهورة هي نيكول، لست أنت أيتها الغبية. وعموماً لا أريد أن ألتقط صورة الآن. ولكن يا كيفن. أغربي عن وجهي. فيوليتا، هل لي أن ألتقط صورة معك؟ وأنا لا أريد ذلك أبداً. يا إلهي، كيف لي أن أستحوذ على قلب هذه الفتاة؟ أجل، أنا كنت أعلم بأنني سأكون الأفضل في تلك المسابقة. والآن قد أصبح لدي كل السعادة. آنسة ميدي. فيوليتا، هل هنالك شيء ما؟ ما الخطب؟ بالطبع هناك شيء. كيف لك أن تدعيني أن أخسر في المسابقة؟ لا، كل شيء كان عادلا. لا شيء يعجبني. نحن بحاجة للقيام بمسابقة أخرى. حسنا، لكنك تعلمين بأنهم سيقومون بالتصويت لنيكول مرة أخرى. هذه المرة سأقوم بالمسابقة من دون نيكول. فكري في مرشحة جديدة، مثلا لتكون راشيل. كيف أفعل هذا؟ المسابقة انتهت. ببساطة فكري في شيء ما. في النهاية أنا التي قمت برعاية المسابقة. لا أعلم، لا يمكن هذا، الأمر ليس بيدي. كل شيء على ما يرام. وأنا سعيدة بذلك، وأنا معجبة بأليكس أيضا. حسنا، سأحاول أن أقيم مسابقة أخرى، لا تقلقي. شكرا لك. أنا كنت متأكدة بأنك ستتخذين القرار. أجل، لم أكن أعلم أنه من الممكن أن يصبح المعلم ثري هكذا. الآن أنا مليونيرة. لقد تعثرت وأنا أفكر بها، كل هذا بسبب فيوليتا. أنا معجب بها وهي لا تعيرني أي اهتمام. نيكول قالت بأنني أستطيع. نعم نعم، أنا أستطيع. مرحبا يا أليكس. أهلا بك يا راشيل، ماذا تفعلين هنا؟ مررت من هنا لأراك فقط. وأردت أن أعلم كيف تشعر أنت الآن. كل شيء على ما يرام، وأنت كيف أحوال؟ ربما يمكننا الذهاب في موعد. معي؟ في موعد؟ أجل، أنا فعلا أشعر بالإحراج منك قليلا، لذلك إن كنت ترغب أنا بانتظارك. توقفي. لقد ذهبت يا إلهي. كم أنت غبية يا فيوليتا، أصبح لدي محبوبة جديدة. كم كنت مغفلا عندما كنت أحاول أن أحصل على قلب فيوليتا. أصبح لدي محبوبة جديدة اسمها ريتشيل، لذلك علي أن أتمرن أكثر. قريباً كل شيء سيكون على ما يرام، وأنا سأصبح الملكة، لذلك علي أن أتصل بخبير الزينة الخاص بي، لأن الفائز عليه أن يكون الأجمل دائماً. آمل أن تكون نيكول على أتم المعرفة مع من تتعامل، لأنها تأخرت لمدة دقيقة كاملة. يا إلهي، أخيراً وصلت، أعتذر. يا له من مطعم كبير جداً. إن ملك وملكة المدرسة عليهم تناول الطعام في مثل هذا المطعم الفخم. أنا لغاية الآن لم أتناول شيء، وقد صبرت كل هذا الصبر من أجل اليوم. من الآن وصاعداً سنتسكع دائماً. نحن؟ بالمناسبة أريد أن أتحدث بذلك معك. ماذا تقصد بهذا؟ أريدك أن تصبحي فتاتي المدللة. أنا؟ لك؟ أجل، أنا أعلم أنني أتسرع وعلينا أن نعرف. أجل أجل، موافقة. أحقاً؟ كم
كنت خائفاً من ذلك. أعتقد بأن ملكة وملكة المدرسة عليهم أن يكونوا معاً. أجل بالفعل. لقد أحضرت لك شيئاً ما كمفاجأة. هذا الهاتف لك أنت. ماذا؟ ولكن يا كيفن إنه باهظ الثمن. لا بأس في ذلك، لقد وعدتك أن أريك ما هي الإعجابات وها أنا أفي بذلك. والآن أصبح لديك هاتف والكثير من الإعجابات. أنا حقا لم أستطع أن أحلم بذلك حتى. أنت فتى أحلامي. وأنت فتاة أحلامي أيضا. انظري هنا، هذا الانستغرام وهذه الإعجابات، وهنا يمكنك نشر الصور الخاصة بك. رائع. مرحبا يا رفاق. أنتم ماذا تفعلون هنا؟ لقد نسيت أن أخبرك، الرفاق سينضمون لنا لهذا المساء، هل تمانع؟ في الحقيقة كنت أرغب أن نكون لوحدنا، ولكن حسنا لا بأس بذلك. هل طلبتم الطعام؟ إنني أتضور جوعا يا أصدقاء. أجل جائع كالعادة. لا أدري لماذا المعلمة ميدي دعتنا اليوم مع أنه يوم عطلة عام. من الواضح أنه يوجد أمر هام للغاية. أليكس، ما هي خطتك لقضاء العطلة؟ لماذا؟ لا يوجد شيء مهم. لماذا تتحدثين مع أليكس هكذا؟ يمكننا أن نذهب لمكان ما؟ لدي بعض الأعمال، ليس لدي وقت لهذا. إنه مؤسف. إن استجد شيئاً معك اتصل بي. إنه شيء غريب. لماذا فيوليتا تريد أن تلتقي بك؟ لا أعلم، عادة أنا الذي أطلب منها المقابلة يا ريتشل. حسناً إذن. أجل كم أنها غريبة. أنا سعيدة بأنكم جميعاً في الصف. آنسة ميندي، هل حصل شيء ما؟ لا شيء مهم. حسناً ماذا إذن؟ يجب علينا القيام في مسابقة ملكة جمال المدرسة مرة أخرى. ولماذا؟ حسناً سنرى من هي ملكة الجمال الحقيقية مرة أخرى في هذه المدرسة. في المرة السابقة حصل خطأ ما، لذلك هذه المرة المترشحتين هم راشيل وفيوليتا. لذلك يوم الاثنين سيكون لدينا مسابقة جديدة. هذا جيد، لأنني كنت أشعر بأنه يوجد خطأ ما. إلى اللقاء. تأكد يا أليكس من الاتصال بي. راشيل، أنا متأكدة بأنك الفائزة. وأنا أيضاً أعتقد ذلك. علي أن أغادر الآن. ماذا حصل لها؟ لا أعلم، ولكن علي أن ألحق بها على الفور. انتظر، سأذهب معك. يمكنهم حل ذلك بأنفسهم، لذلك أنا سوف أرى من كتب لي كم هذا رائع. ما بك يا ريتشل؟ ما الذي حدث فجأة يا صديقتي؟ أنت ستصبحين ملكة المدرسة. لكن أنا لا أريد. لماذا؟ أنا لم يكن لدي يوما صديقة جيدة مثلك. أهوني عليك يا صديقتي. لأنك أنت الملكة الحقيقية للمدرسة وأنا لا أريد أن أخذ ذلك منك. ولكن أنا بالفعل أريد أن نصبح معا ملكات جمال المدرسة. تخيلي كم هذا سيكون رائعا. نيكول على حق، هذا صحيح. أنت حقا تعتقدين ذلك؟ أجل، لذلك يجب علينا أن نستعد ونحضر أنفسنا للمسابقة. شكرا لك. ولك أيضا. سأترككم لوحدكم. هل تعلمين أنه عندما تبتسمين تصبحين جميلة؟ في الحقيقة أنا أريد أن أسألك سؤالا، هل أنت ما زلت معجب بفيوليتا؟ وما الذي دعاك لقول هذا؟ أنا
أنا رأيت كيف تنظر لها. أنا كنت أذكى فتى في هذه المدرسة، ولكن إصراري على فيوليتا كان غباء فقط. كم كنت أبلها حينها؟ هذا صحيح. هيا بنا نعود للفصل لنخطط ما الذي سوف نقوم بفعله في هذه المسابقة. هيا بنا. أعزائي الحضور، الآن سوف تبدأ مسابقة مدرستنا. استعدوا. كم تبدو راشيل جميلة اليوم يا إلهي. لقد استغرقوا 5 ساعات وهم يتجهزون. سوف نعلن الآن الملكة الحقيقية والوحيدة لهذه المدرسة. إنها اللحظة التي طال انتظارها. الشيء الرئيسي هو عدم القلق، وكأنه يوجد تعادل بالنتيجة كما في المرة السابقة. توقفوا، كيف حصل هذا؟ لقد رأيت بأم عيني أن كل الرفاق صوتوا لراشيل. أجل، وأنا أيضاً. يوجد خطأ ما. يوجد صوتاً واحداً لم يصوت وهو معنا. هذا الصوت سيكون الحاسم أليكس. على الأقل إن هذا سيساعدني في الفوز. ملكة المدرسة عليها أن تكون أجمل فتاة في هذا المكان، أليس كذلك يا أصدقاء؟ هيا إذن قل. الآن من المؤكد أن راشيل ستفوز. إنها راشيل. توقف، ما المناسبة؟ أنا أعتقد أنك أخطأت، صحيح؟ كلا، لقد اخترت راشيل فتاتي المفضلة. فتاتك؟ ولكنك أنت لم تكن معجبا في أحد غيري. أنت لم تكن معجبا في أحد غيري. لهذا السبب قامت بالتودد لأليكس في الصف ذلك اليوم، أتذكر؟ فيوليتا لا تتغير مطلقا. حسنا، هل تعلمون ماذا؟ أنا سأذهب إلى مدرسة أخرى. لا تضيع الوقت أبدا. من المؤكد أنه لا يوجد خاسرون مثلكم. الآن الكلمة الأخيرة للملكة، استمعوا رجاءا. تفضلي. هذا فيوليتا. أنا أردت فقط أن أغير شيئا ما. أنت الفائزة ويحق لك فعل ما تريدين. أنا أعتقد أن الكل فهم أن فيوليتا من فعلت المسابقة الثانية. لم يكن لأحد أن يتوقع أن فيوليتا ستفوز. لذلك أريد أن أعيد هذا التاج للملكة الحقيقية نيكول. لا، لا أريد. ما بك؟ أنت أصبحت ملكة. أجل. لا، كل ما أريده أن أكون صديقتك والملكة الحقيقية والمشهورة هي أنت، حتى لو كنت فقيرة. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم جميعا لأنكم في جانبي. كان هذا رائع، ولكن أقترح أن يكون لنا حفلة ملكية جميعا لنرقص. بالتأكيد، هيا أيها الأصدقاء دعونا نحتفل. أنا أعتقد أنك على حق.